هقول لكم دلوقتي 5 نصايح للعروسة قبل الجواز فيما يخص البشرة والشعر، وهنبتدي دلوقتي. معاكم الدكتور وليد إبراهيم، أخصائي الجلدية والتجميل، وهنعمل فيديو كل أسبوع نتكلم على كل ما يخص الجلدية والتجميل والشعر. أول نصيحة هي الوقاية من الشمس، سواء بنتكلم على المشاوير أو بنتكلم على شعر العسل نفسه، لازم الصن سكرين والبرنيطة والشمسية يبقوا أصحابك. الوقاية من الشمس حاجة أساسية في الفترة دي. الشمس ليها تأثير سلبي على البشرة وبتخليها تظهر بشكل مجهد، وده اللي احنا مش عايزينه في فترة زي دي. بيبقى فيه تصوير في الفوتو سيشن والبنت بتبقى محط الأنظار في الفرح. تاني نصيحة معانا هي مشاكل البشرة والشعر، ارجوكم ما تحاولوش تحلوها قبل الفرح بأسبوعين. انا عارف ان كتير منكم بيبقوا مضغوطين في الفترة دي، وعلى ما بتفتكروا المشاكل دي كلها بيكون خلاص قبل الفرح بشهر مثلا، ودي مش فترة كافية خالص ان احنا نعالج مشاكل في البشرة والشعر، سواء بنتكلم عن حب الشباب، سواء بنتكلم عن تساقط الشعر، سواء بنتكلم عن الغمقان في المناطق الحساسة او تحت الإبط. المشاكل دي كلها محتاجة وقت شوية علشان نقدر نحلها، وفي نفس الوقت في بعض العلاجات دي بيبقى ليها اعراض جانبيه احنا في غنى عنها. تالت نصيحه معانا دلوقتي هي تنظيم الوقت. لو انت هتعملي جلسات للليزر او التقشير او الديرما بين او البي ار بي، الحاجات دي كلها اللي هي ليها دعوه بنضاره البشره، حاولي ان انت تعمليها بفتره تكوني منظمه فيها وقتك كويس، لان حاجات زي دي ممكن تحتاج ان انت تقعدي في البيت وما تخرجيش في الشمس لمده اسبوع او 10 ايام على الاقل. فلو هتعمليها تبقي عارفه انك هتتبعي تعليمات الطبيب صح، عشان ما يحصلش اي مضاعفات او مشاكل برضو احنا في غنى عنها في الوقت ده. رابع نصيحة، بلاش إزالة الشعر في الظهر أو الصدر. في بنات كتير بتحاول إنها تشيل الشعر في المناطق دي بأي طرق من وسائل إزالة الشعر، وده ممكن ينتج عنه التهاب في بصيلات الشعر ويظهر مكان بصيلات الشعر دي حبوب. وأنا أعرف حد شخصيا قبل الفرح بيوم بالظبط بعتت لي بتقول لي اعمل ايه في المشكله اللي زي دي. دي مش حاجه تحب انها تحصل. لو الموضوع ده مهم بالنسبه لك جربي ان انت تعملي حاجه زي كده، بس قبلها بفتره كويسه، قولي مثلا 3 شهور، بحيث انك تبقي عارفه ايه اللي بينفع وايه اللي ما بينفعش وايه اللي ممكن يحصل منه مضاعفات. وفي حل تاني برضو، ممكن تشقير الشعر. خامس حاجة معانا هي التوتر. التوتر 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 مرتبط بمشاكل كتير زي حب الشباب، تساقط الشعر، الإجهاد تحت العين. فبلاش تاخدي كل حاجة على أعصابك، واسألي صحابك دايما اللي كانوا في نفس الموقف بتاعك، هيقولوا لك قد إيه هم كانوا متوترين ومضغوطين في الفترة اللي زي دي. وفي الآخر كل حاجة عدت الحمد لله. مش كل حاجة لازم تخلص قبل الفرح، يعني أنا مثلا عندنا لسه ما جبناش النجفة، في حاجات كتير في البيت لسه ما كملتش، بس الحمد لله مبسوطين. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتدوسوا على السبسكرايب والجرس علشان يوصل لكم الفيديو الجديد الأسبوع الجاي إن شاء الله.